بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بإذن الله بعد ما عملنا حلقتين بنعرف فيهم الإيرلاين ويب سايت والبنود والخدمات والفاسيلتيز المتاحة اللي نقدر ندخل عليها ونعرف مثلا إزاي نحجز، إزاي نستعرض حجز، إزاي ننهي إجراءات سفر، نعرف حالة الرحلة، نشوف الباكتشز والأوفرز المعروضة، نتعرف على الشروط والأحكام، نسأل أسئلة frequent questions وننتظر إجابتها من خلال يا إما بالأوتو answer machines أو من خلال فريق العمل المتابع للويب سايت. زي ما احنا شايفين هنا شروط السفر العامة ومتطلبات، مش عايز اخش في تفاصيل لان لو دخلنا في تفاصيل مش هنقدر نعمل النهاردة عملية تشيك ان. والحقيقة انا حابب بشكل عملي نعمل دلوقتي اجراءات التشيك ان لاثنين من اصدقائي مسافرين غدا على ايجيبت اير، الرحلة رقم 226 ايكونومي كلاس، اقلاع الساعة 8:50 صباحا، وكل صديق او كل راكب له وان بيس. نتوكل على الله ونبدأ مع بعض ننهي إجراءات السفر لكلاهما أو لكليهما. اتكيت على إنهاء إجراءات السفر، إصدار بطاقة الصعود الطائرة على الإنترنت. لإنهاء إجراءات السفر اضغط هنا، نضغط. طبعا الإنجن والتحميل وسرعة النت والرامات بتاعت موبايلك او الكمبيوتر بتاعك بتفرق كتير جدا. هنا بيقول لنا ايه الستيبس، في خمس خطوات. الخطوة الاولى identification find your booking using one of the options below. هنستخدم option من الاتي find my booking use my booking reference. الحقيقة انا اقدر اعمل ادخل البوكينج ريفرنس ببساطة، وهو دايما بيبقى مكون من ست حروف وارقام معا، وبيبقى اصغر واسرع من استخدام رقم التذكرة. نجرب مع بعض نستخدم البوكينج ريفرنس اي رقم الحجز. last name هنقول صالح. البوكينج ريفرنس نمبر V like Victor I like item Z like Zulu number 5 D like Delta easy او E like easy وبنعمل identify. بنقول للسيستم اتفضل اعمل لي identify. بيقول لي error no passenger found no booking has been retrieved please check your identification details. هقول له مرة تانية، هو بيقول لي دخل اللاست نيم، طب انا هدخل الفيرست نيم. وهدخل البوكينج ريفرنس مرة أخرى بالكابيتال. فيكتور ايتم زولو نمبر 5 دلتا ايزي. وهقول للسيستم ايدنتيفاي. Passenger selection please select the passengers that you want to check in. اذا بان من التجربه الواقعيه ان احنا لازم ندخل الحروف والارقام in capital letters. وهنشوف مع بعض صلاح صالح حماده. check in status not checked in. الاكشن select for check in. اوكي هنعمل علامه select. طيب الاستاذ ابراهيم خليل حسام الدين. الاستاذ ابراهيم خليل هو صديق وزميل فاضل مسافر مع الدكتور صلاح صالح حماده على نفس الرحله بنفس الريفرنس، وتذاكرهم طلعت من نفس المكتب في نفس التوقيت على نفس الرحله في نفس اليوم كل شيء، وهما الاثنين مسافرين مع بعض. هنختار ايضا المستر ابراهيم خليل حسام. بعد كده هل add more passengers هزود ركاب اخرين او اطفال مثلا children infants ولا لا؟ الحقيقه لا، كلاهما مسافر فقط معا. confirm selection ناكد ما تم اختياره. confirm. بيسألني السؤال التقليدي، هل معاك dangerous goods؟ هل في أي أشياء تمثل خطورة عليك أو على الآخرين أو الممتلكات أو الأرواح أو الطائرة أو المطار أو؟ لا، أنا ما عنديش hazard materials، لا عندي explosives
زي متفجرات ولا فلامابل ليكويدز سوائل قابلة للاشتعال ولا فلامابل سوليدز أيضا زي مثلا الكبريت أو أي مادة بودر ممكن تشتعل، فلامابل جازس من الولاعات والغاز المضغوط أو في أي راديو أكتيف ماتيريالز، مواد مشعة، أدوية بتمثل خطورة، مواد سامة بويزنز أو كوروسيفز أو أوكسيدايزرز. الحمد لله أنا بقول له أنا معيش أي حاجة. طب سيكندري بروهيبيتد أيتمز، بيقول لي من فضلك في حاجات ممنوع إنك تاخدها معاك زي ما احنا شايفين كده زي الليثيوم ايون باتريز. والليثيوم باتريز دي موضوع مهم جدا بيشغل يعني اهتمام الاياتا وشركات الشحن الجوي وشركات الطيران، وهذا الموضوع كبير وضخم ومهم ومتنوع وهنشغله على الاقل حلقتين كاملين بشان اصطحاب الليثيوم ايون باتريز. طب الحمد لله احنا ما عندناش اي هازارد، ما عندناش مثلا زي ما انتم شايفين الهوفر بوردز اللي بيلعبوا بيه الاولاد وبنشوفهم في الشوارع وعلى الارصفه وفي الملاهي، ما عندناش اي حاجه من ده كله. وبقول له اي هاف ريد اند اندرستود، انا قريت وفهمت الريستريكشنز اون دينجرس جودز، المحظورات من المواد الخطره الفوربيدن الممنوعه من القبول داخل الكاري اون الهاند باج او التشيك باجج. اقول له اكنولج، ايوه اكنولج الحمد لله اوكي. هايل، بيقول لي السمري بليز تشيك اند كونفيرم ذا انفورميشن اباوت باسنجرز اند فلايت، الباسنجر ليست صلاح صالح حماده نو فريكوينت فلاير انفورميشن، ابراهيم خليل حسام الدين نو فريكوينت فلاير انفورميشن، ابديت فريكوينت فلاير ديتيلز، الحقيقه ما عندناش ابديتنج لان كليهما ليسوا مسافر دائم يحمل الفريكوينت فلاير كارد. نشوف بعد كده بيقول ايه، انا طبعا مش هعمل ابديت لأن مفيش داعي لأن مفيش داتا جديدة. كايرو شرم الشيخ 10 أغسطس إن شاء الله، الإقلاع الساعة 8:50 AM صباحا، شرم الشيخ هيوصلوا بعد ساعة من الإقلاع 1 hour على 226، ثم صلاح صالح حمادة زي ما احنا شايفين ايكونومي كلاس 27 جي اند كي، ودي الفيرست افيلابل سيتس اون بورد بالنسبة للصديقين المسافرين ايكونومي كلاس على هذه الرحلة. أنا نفسي أعمل شينج سيت، عايز أقدم ليهم مقاعد أفضل، فهنشوف مع بعض السيت ماب أي المقاعد المتاحة على الطيارة. 27 جي وكي، يا ريت نلاقي 24، نلاقي 23، 22، لأن دايما الصف 20 و21 كراسي مميزة وغالبا بتبقى مباعة. نشوف مع بعض في السيت شارت بتاعت الطيارة 27 جي كي افيلابل سيت اوكيوبايد سيت. بصوا هنا الافيلابل سيت عندي في الصف 22، المقاعد بجوار بعض المتاحه في الصف 22. انا شايف ان الافضل ان احنا ناخد مقعدين في الصف 22 كوريدور علشان تبقى الحركه سهله ويسيره، ولكن تفضلوا الافضل 22 سي و اتش ولا 22 بي و سي؟ انا شايف ان 22 سي و اتش افضل. 22 سي و اتش. هذه بقيه الطياره، هو بيقول لي كونفيرم سيتس. طيب انا اخترت كرسي وعايز اختار الثاني، هو ليه مش عايز يديني الثاني؟ السيستم بيقول ايه؟ سبحان الله، احنا دلوقتي عايزين ناخد مقعدين، واحد واثنين. اهو اداله 22 اتش. طب الثاني بقى انا عايز اختار مقعد اخر غير 22 اتش. هناخد 22 سي. برافو، اكسبتد الريكوست بتاعنا 22 سي. هايل جدا زي ما احنا شايفين حضراتكم. طيب وبعدين انا بقى المفروض هعمل كونفيرم، فهشوف هنا في فاسيليتي بيقول لي كونفيرم، نعم كونفيرم سيتس 22 في الصف 22 كوريدور الاثنين. عظيم جدا. هل احنا محتاجين نعمل شينج سيت حاليا؟ لا، هناخد باذن الله المقعدين دول. طيب بالنسبه للنمبر اوف هولد باجز، هل في عندنا شنط؟ ايوه في شنطه مع كل واحد من الساده الركاب، هي في الواقع هاند باج بس ممكن يسيبها على الكاونتر. النمبر اوف هولد باجز احنا هنقول واحده، وبنتكي هنا على علامه بلس زائد. بالنسبه للاستاذ ابراهيم ايضا معاه شنطه، كل واحد فيهم معاه شنطه
فيها مستنداته وحاجاته الشخصيه بالاضافه الى الكاري اون، يبقى التوتال باج اكاونت تو باجز كونفيرم تشيك ان. عظيم. Before checking in for your flights you need to provide further information. Please fill in the forms below. ايه هي الحاجات اللي الطالب بيقول لي؟ personal details, nationality, completed nationality. هما الاثنين مصريين. I don't have the required information for this passenger at this time. If skipped you must restart the check-in process. Skip this passenger. لا طبعا. ليه skip ليه؟ Enter nationality. Nationality Egyptian. هنمشي الفابيتك زي ما احنا شايفين وهنعمل اللي تشيك ان بحرف الاي ايجيبت او ايجيبشن. ايوه ادي ايجيبت. تمام ادي كده سيف لو سمحت. ولكن المفروض يطلب للاثنين ركاب. يبقى هنا بيرسونال انفورميشن انترد. تمام personal details completed, nationality completed, identity document required. identity document هنكون الباسبور والباسبور نمبر والcountry اللي هي Egypt. please fill the required fields above before continuing. go to the first required field. عظيم. هنوقف دلوقتي ونتواصل مع الدكتور حمادة وصديقه لمعرفة الID بتاع كل منهما. والآن حضراتكم بعد ما جبنا رقم جواز السفر وبطاقة الهوية وتم ادخالهم، هنا بيقول لي البيرسونال انفورميشن انترد بعلامه صح، واستكملت ادخال رقم الجواز لكل منهما. بيقول لي كونفيرم ديتيلز. حاضر كونفيرم. سكيورتي كويستشنز. فور سكيورتي ريزونز بليز انسر ذا فولوينج كويستشنز. دو يو هاف اني شارب اوبجكتس؟ معاك اي حاجه حاده سواء في الكابين باج او في الشيك باج؟ لا معنيش. Do you have any dangerous goods؟ لا مفيش. Continue. كمل. وزي ما احنا شايفين في اهتمام بالغ جدا بالdangerous goods، البضائع الخطرة والأشياء الحادة. بصوا كده معايا. Please select a way to get your documents below. شوفوا كده حضرتك. ادي الـ check in status. ليك ليهما. checked in already. وادي كمان الـ boarding pass. Receive boarding pass by email. Display boarding pass. والباج تاج. receive bag tag by email. if you don't want to receive your boarding passes now please go to a check-in desk or self-service kiosk at the airport to collect them. يعني بيقول لي ببساطة حضرتك لو مش عايز تستلم البوردنج باس الآن أو مش عايز تستلم الباجج تاج نمبر الآن، من فضلك راجع التشيك ان كاونتر او الدروب اوف كاونتر او جهاز الكيوسك الخدمه الذاتيه في المطار من اجل استكمال اي بيانات او استفسار او توضيحات. انا بقول له شكرا جزيلا. بليز فينيش ماي تشيك ان. اهو فينيش ماي تشيك ان. تشيك ان كومبليت. يور تشيك ان هاز بين كومبليتد. بليز ريد ذا انفورميشن بيلو اند اكزيت تشيك ان. ريجولاريتي داتا ميسنج. بليز جو تو ا تشيك ان ديسك تو برنت يور بوردنج باسز. حاضر. اللي check in status, checked in, checked in. next step on your journey. تمام. الباج دروب اوف. الكلوزنج تايم بالنسبه للشنط بتاعتنا. البوردنج تايم الساعه 8:05. الديبارتشر تيرمينال بوابه رقم 3. اللي checked in باجج. لو في اي انفورميشن او معلومات عايزين نعرفها بتفاصيل اكتر عن الامتعه، عن الليكويدز ان باجج، لو في اي سوائل معانا ومحطوطه داخل الامتعه زي ما شرحنا في العديد من الحلقات السابقه بالنسبه للبرفانات، بالنسبه للالكوهوليكس، بالنسبه مثلا للبن رضاعه الاطفال، اي شيء احنا عايزين نستعلم عنه ناخد نتك هنا هنعرف الانفورميشن بشان امكانيه اخذ السوائل بكميات قد ايه. واللي من حضراتكم عايز يستزيد معرفة وعلما في عدد كبير من الحلقات معمولة مخصوص من أجل كيف نرتب الشنطة وإيه اللي ممكن نحطه في شنطتنا سواء الكاري اون أو التشيك دي باجج. احنا كده بنقول شكرا وهنعمل اكزيت من التشيك ان.
وكده يبقى احنا انهينا اجراء التشيك ان، وناقص ان احنا نطلع المطار ونستكمل باقي الاجراءات على الكاونتر مثل طباعه بطاقه الصعود او التاج نمبر. ولو حبينا نستقبل هذا الكلام بالايميل اتس اوكي، نستقبله بالايميل ونطبعه كمان في البيت ونروح بالمطار. شكرا لحضراتكم، وارجو ان نكون استفدنا ومرينا بتجربه مفيده سهله بتوضح لحضراتكم قد ايه الامر يسير جدا وشيك وراقي، وتقدر حضرتك قبل ما تروح المطار ب 20 ساعه كامله تعمل تشيك ان وتاخد الكرسي اللي تحبه وتطبع بطاقه الصعود وتطبع تاج نمبر شنطتك كمان، وبعد كده تروح المطار على كاونتر اسمه الدروب اوف كاونتر، هتجده تقريبا ما عليهوش اي ركاب، ولو عليه بيبقى عليه راكب او اتنين، مش زي باقي الكاونترات عليها بال 30 وال 40 راكب مسافرين. وممكن جدا كمان لو لاي سبب لم يتح وجود دروب اوف كاونتر لحضرتك في الرحله الداخليه لاسباب الزحام الشديده صباحا، تقدر سيادتك تتوجه الى كاونتر الدرجه الاولى للخطوط الداخليه وتكمل بقيه الاجراء كموبايل تشيك ان اتم اجراءاته في بيته او في مكتبه. تمنياتي لاصدقائي رحله سعيده، وتمنياتي ليكم ايضا برحله سعيده مستقبليه، رجاء نحاول نستخدم التكنولوجيا الحديثه، لانه خدوا بالكم شركات الطيران والمطارات بتدفع ملايين الدولارات من اجل هذا التيسير والتسهيل عليكم وعلى المطار وعلى شركات الطيران. تحياتي واحترامي، شكرا، وهستنى تعليقاتكم استفساراتكم. لو عايزين مزيد من التوضيح، عايزين مزيد من الحلقات نتكلم فيها عن مور فاسيلتيز للويب سايت للايرلاين، محتاجين نخش على الويب سايت لشركات طيران اخرى، انا مستني تعليقات حضراتكم. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.